السلام عليكم، مرحبا بكم. وغندير لكم واحد الفيديو خفيف ظريف، كنا نتمشاو شويه حدا الدار ديالنا والحومه ديالنا والشارع ديالنا والزنقه كيما بغيت تسميوها هي هذيك، باش نصور لكم على التلوج شويه كتساقطوا لعشاق التلوج والبرد والكز السميقلي. بقاو معنا ومرحبا بكم. قبل ما نبداو نصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. ايوا خوت الحباب، كيف ما كتشوفوه احنا غاديين معاكم وكنصور لكم حدا الدرب ديالنا. ايوا الزنيقه ديالنا كيف ما تشوفوا، غادي نصور لكم التيران والمدرسه واحد السبيطار صغير ديال الحومه، ماشي سبيطار بحال المستعجلات. وانتم بقاو معنا وغادي تشوفوا الشفان ديالهم كما كتشوفوا خوتي هنا، راه كلهم شوفوا عندهم برحيقات ريحات حدا الدار. راه حنا في المدينه ولكن كل واحد غير حدا حدا، اما الورود داكشي ما نتكلموش عليهم، لعشاق الورود والطبيعه خير موجود. بلاد الماء هادي خوتي، مرحبا بكم خوتنا العزاز القدام والجداد، تحياتي لكم. شكرا على الدعم، الناس اللي كدعمنا في القناه ديالنا، وشكرا لكم. وتحياتي لاختي ام البنين الله يشفيها ويعافيها من هذا المنبر، راه درت اللايك الصباح، درت واحد الحفل ودرت معها الدعاء الله يشفيها وان شاء الله ترجع لينا سالمه غانمه اختي ام البنين ليلى. وتحيه للجميع الجميع الجميع بدون استثناء، تحيه للناس البلاد، تحيه. كيف ما كتشوفوا الخوت والحباب، ايوا الاذان المغرب دابا كيف ما كتسمعوا الاذان، الجوامع راه ما شاء الله تبارك الله موجودين، تبارك الله الجوامع عندنا. يا مرحبا بكم وشكرا لكم. وهذه هي كما كتقولوا هذا بحال المستوصف هاو ديال المستعجلات، هما كما كتقولوا مستعجلات صغير. الا كان عندك شي يعني تا قريب، مرحبا بكم. كيف ما كتشوفوا هذه المدرسه الابتدائيه ديال الدراري الصغار، وداك الملعب ديال الباسكيت فين ديال الكره، وهذا المستوصف صغير هو ديال المستعجلات. وكيف ما تشوفوا هذا الرئيسي ديالنا لتحت ليها كتكون بلاصه الطوبيسات بحال كتكون غادي ولا راجع للمدينه. مرحبا بكم وشكرا لكم. هذا هو الشارع ديالنا، وتحيه للحضور، تحيه للثلوج، عشاق البرد والكز، وشكرا لكم والله يحفظكم. وشكرا على التتبع ديالنا، وتنعاود نكرر الشفاء العاجل لاختنا ام البنين ليلى وجميع مرضى المسلمين اينما كانوا، شفاء لا يغادر سقما. وتحياتي لكم جميعا، حب واحترام وتقدير.